شو شلون تعملوا على حالكم ينقال عنكم كومبارس؟ روحي شو روحي؟ شغل مو عيب شو بدك تلبسني شو ماضو؟ شغل مو عيب لك عمي مو عيب مو عيب قال اللي بتشتغل فيه السمرة بتحطه حق بودرة وحمرة يا حبيبي يا ريت معهم صباح الجزائر ونبيل غزلان استاذ انا كتير حبيتك بهالدورك بغزلان في غابة الذئاب دور ابن المسؤول طالع بتفليش بس عفوا مو انا اللي سويته لك دور يا الله يا ريتك انت مساوي كنت طلعت اظرف منه بكتير انا اكيدة استاذ معلي تعطيني رقم تليفونك والله ما بقدر يعني بتعرفي هذا الموضوع محرج شوي بالنسبة لي استاذ الله يوفقك والله ما بضايقك بدي اقول لك مرة واحدة بس بتطمن عليك فعلا ما بقدر يعني انت عم تحرجين كتير يعني كل البنات بيحكوا نفس الحكي وبقضي النهار كلياته التليفون عم يزب استاذ بسرب خاطري ايوه شحن نفس الحكي بضل التليفون يا حبيبي قلبي تفضلي تعالي انا بعطيك اذا سمحت استاذ لو سمحت بعدين يلا استاذ يلا اعطونا خمسه يلا الله يجيرك يلا شباب هدوء نحن ناطرين خمسه يلا اربعه ثلاثه تصوير يعني يا استاذ اذا البنت مشعه هيك بيعمل فيها انا مشعه يعني ان شاء الله لك انحي بوش حلوه 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 يا فنيه بالمشعه اهلا استاذ 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 مين هذا الموضوع سلامه خليك شوفنا يا سمحتوا عطلتونا التصوير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يلا على التصوير خلصونا اعطونا خمسه حاسه شحوات مصاري بقى يلا عنسه ايوه انسى كنتي هيك ما عم تعمل من وين استاذ بقى شو رايك مو شي بجنن خلص بريح اعتبر الشباب عندي شي بيطقطق شي بيطقطق ريحني منهم تعرف انه حرق الابو الله احترق الابو اي والله ومين اللي حرقه ما بعرف هاي اول مره ما بتتهم فيها لؤي وطارق وشادي ورامي لؤي اكيد لا بس لؤي ما بعرف هلا احنا صحيح مشاغبين بس مو معقول يحرقوا المدرسه يا بيحرقوها بيحرقوني اذا بدك طيب خلص تركي انا اتصرف عرفنا الله معك جبت لي قلت لك عليهم؟ ايه ايه جبتهم؟ ايه والله شفتهم ايه وينهم؟ شو هالبرد هذا؟ منيح اللي في مازوت والله ايه شو هالكبريت يا عين؟ معقولة هي راما مرة واحدة فادت لعندي وقالت لي الله شو في عندك دفا سفقتها عين للصوبيا تعدموها عمرها ما تشتغل يا أستاذ عماد يا أستاذ عماد دخيلك يا أستاذ عماد دخيلك يا أستاذ عماد الحقني 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 يا أستاذ عماد خير خير شو في واحد من طلابك كبس وقتل المخرج بعمل والله وكيلك بالسماء قال له المخرج كلمة واحدة قال له حبيبي تعال عندي لهون هجم عليه ونزل فيه خلي اعطرك خلي اعطرك يزن هذا يزن يا استاذ ان شاء الله يا استاذ بس بوت موسيقى اليوم شو عملت يزن شو في وهم شيء يا شباب شو بدك حاجه في حالي يا ولد خلص شو في له اي شو شو صاير معكم شو صار معكم ولا حرف قوي طلاب شو بدكم يا زلمه يا شباب يعني ما في شو بكم ما في معنا يعني نفس اللي شفته انا نفسه شو لك عن شو عم تحكي طيب شو صاير روقوا شوي طولوا بالكم شو في هذا يا سيدي كنا عم نمثل تحت مع المخرج اللي اجى لعنا يعمل تمثيلين المهم مالك طول السيره وقفنا شوي طلعنا لبرا اجوا لعنا قالوا لنا تفضلوا يا شباب قام قال لهم يزن ما بفوت ما بفوت يعني ما بفوت يعني ما بفوت كل هاد صار وانا ما ادري فيه غريبه طيب هلا شو بدنا نعمل؟ خلاص استاذ لحظه غضب وشي حالها واذا اجت الشرطه شو بدنا نقول لهم؟ اخي منقول انه صرفناهم على البيت ومن هون لبكره يخلق الله ما لا تعلمون يا اخي هدول كمان بيتموا لا دام ندير بالنا عليهم اخي ما حدا يتدخل الله يخليكم اذا اجى الشرطه انا بحكي معهم الله حق الحكومه شو طالب الاستاذ هون يا اخي يمكن سوء تفاهم لا سوء تفاهم ولا شيء طلاب تعرضوا لي وانا بعرفهم واحد واحد في مجال تاخذونا عنده يا ريت بس هن هلا مو موجودين لا يا سيدي هون وإذا بدك خلها بلقبط لك يوم مثل ما بتيجي اسمه الدفتر العيدي تفضل تفضل
هدول حكومة ما بنقدر عليهم يا أخي، ما بنقدر نكذب. العمى ليش هيك عمل؟ ما في أمل، راح يضل فساد مو بإيده. طيب وهلأ شو بدنا نساوي؟ أنا بقول خلونا نروح لنشوف شو بده يصير. إيه مظبوط، شرط شرط، خليك معهم يا بحق. عجبك على العدنان؟ عجبك؟ الله لا يعطيك العافية يا عدنان، الله لا يعطيك العافية. الله ما بتلاقي هون، شو بدي أخود؟ شعيري بعيري، أنا ما بحسن بيّن عليهم كبير. يا الله، تفضل. هذا هو هذا 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 هذا